السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفسات وفيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة معانا زي ما انتوا قريتوا في العنوان ديب سكان امبلمنتيشن ان ام جو سي في سي شارب. ديب سكان الجوريزم من أحد الجوريزمات الماشين ليرنينج في الداتا مايننج أو الداتا ساينس. ممكن تقرا عنها في الويكيبيديا. ديب سكان باختصار شديد جدا هي ان انت لو انت عندك مثلا صورة او عندك رسم بياني مثلا في عدة نقط بتاع بتحدد لك النقط دي اللي جنب بعض، يعني مثلا بتاخد لك مثلا ايه النقط دي في مجموعة، يعني بتحدد هي من خلال الصورة بتديها بس انت البوينتس بتاعتها وهي بتشتغل لوحدها. الدالة دي موجودة في السايكت ليرن في مكتبة السايكت ليرن في بتاعة البايثون في الماشين ليرنينج. بنعملها احنا يدوي، احنا هنعملها يدوي على الامجو سي في سي شارب. هسيب لك برضو لينك الديبس برضو دي الالجوريزم اللي احنا نشتغل بيها. ما بيختار هو الالجوريزم بتاعة الديبس كان شغالة ازاي، بيختار نقطة عشوائية من النقط اللي انت مديها له ويعمل عليها دايرة. لو الدايرة دي فيها نقطة، لو جه عليها نقطة بيضمها للكلاستر. يعني مثلا ايه يعني ايه كلاستر؟ يعني المجموعة. يعني هقول لك حاجة، مثلا يعني مثلا لو النقطة دي بياخدها بيعمل ليها كلاستر جديد، مجموعة جديدة، ويعمل عليها دايرة. النقطة اللي على الدايرة دي بياخدها يحطها في الكلاستر، وبعد كده يعمل ايه، يعمل دايرة على النقطة دي اللي هي النقطة التانية دي اللي هي الحمراء دي، مش الصفرة كانت أولانية حطيناها في الكلاستر والحمراء حطيناها في الكلاستر، بنعمل عليها هي كمان دايرة. لو الدايرة دي جه عليها نقط، يعني جه عليها نقطة ايه، فاهم، بياخد النقطة ايه دي ويحطها، بياخد النقطة دي كمان ويحطها، ويعمل على الدايرة ايه دي يعمل عليها هي كمان دايرة، ويعمل على النقط دي لغاية ما يوصل ان ما يلاقيش ولا نقطة موجودة خلاص. يعني هو خلاص فنش، مفيش نقط على نفس الامتداد ده. الدايرة دي قطرها انت اللي بتحدده، بس هي دي اللي انت بتحدده، بس انت ممكن تغير في تلعب فيه بس في الديب سكان. الديب سكان بتشتغل بس كده، يعني ده اللي انت تغير فيه. بتفيد في ايه الديب سكان؟ الديب سكان مثلا بتفيد لو انت مثلا عندك شوية، لو انت مثلا في السيجمنتين بعد السيجمنتيشن في الايمج بتاعتك، فانت مثلا ايه في نقط مثلا بكسلات صغيرة بس انت اللي عايزها، وفي بكسلات انت مش عايزها. البكسلات اللي مش عايزها دي نويز مثلا، فانت لما تيجي تشيلها بالايرود في ممكن فيوتشرز في الايمج بتاعتك تتروح، ما تروح مع الايرود. فاحنا بنعمل مشكله فاحنا بنحل المشكله دي ازاي؟ بالديب سكان، بنجيب النقط اللي جنب بعض وناخدهم مع بعض. نقفل دي كده، دي الصوره اللي احنا هنشتغل عليها. ولو مثلا دي شويه اشكال، دي كونتورز هنعملها، بنجيبها بالفايند كونتورز وبعد كده نحدد السنتر بتاعها. هنشوف دلوقتي في الكود، هنروح كده ده الكود بتاعنا هو ماشي. نبتدي كده عند داله المين. احنا الاول بنستدعي اللي هي الامجو سي في، ما هتلاقي برضو ازاي على النت كل حاجة. هسيب لك برضو لينك فيديو تحت ان شاء الله في الديسكريبشن ازاي ان انت تثبت الامجو سي في على المشروع، اللي هو ما فيديو موجود على النت هسيبه لك تحت في الديسكريبشن هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو. بنعمل هنا فيكتور اوف بوينت عشان دي هنجيب فيها الكنترول. بعد كده بنستدعي الايمج بتاعتنا ان اللي هي الايمج دي. بعد كده بنقول بنحولها لجري. بعد كده بنقول ثريشولد 240، الاكبر من 240 خليه 255 عشان يعني هو مش محتاجه اساسا، بس عادي يعني لو كنت عاملها على صوره تانية كنت بجرب على صوره تانية. بعد كده بنقول فايند كونتورز في الجري والكونت. بعد كده الريتري تايب بتاعتها اكسترنال. بعد كده تشين ابروكس ميثود تشين ابروكس سيمبل، ممكن انت برضو غيرها، مش عايز انت تخليها اكسترنال تخليها الكونتورز كلها. ولو مثلا انت عندك ايه يعني مثلا حاجه زي ايه زي كونتورز مرتبطين ببعض وجواهم برضو مش جواهم برضو نقط، يعني في نقط بره ونقط جوه، ممكن انت تستخدم برضو الميزه دي ان انت ما تحطهاش اكسترنال. بنلف كل كونتور بتاعنا ونجيب المومنت بتاعه، مومنتس بتاعت الكونتور بناخد فور انت او بتساوي صفر، والاو دي اقل طول ما هي اقل من الكونت دوت سايز بنقول او بلس بلس. بنجيب المومنت بتاعتها بنقول اكس ام دوت ام 10 على ام 0 0، دي بنجيب الاكس منها بنحول بنعملها للكاست بالانت، ونفس الحكايه مع الواي، بس بدل الواي بدل ما تكون ام 10 بتكون ام 0 1 على ام 0 0. بعد كده بنقول بوينتس دوت اد، احنا عندنا فوق بنعلن عن ثلاث متغيرات ستاتيك. بوينتس دي البوينتس اللي موجوده في الصوره، والفيزيتد دي يعني ايه، خلينا كده ابسطها لك اقولها لك ازاي.
كده. هو زي ما انا قلت لك، تعالى كده كده، هو مثلا بيختار نقطة عشوائية من الصورة، من البوينتس اللي انت مديها له. دي بس كام مثلا؟ هختار مثلا النقطة دي، دي بيشوف ايه النقط اللي فيها. ماشي، انا اخترت النقطة دي، هل النقطة دي موجودة في الفيزيتد؟ لا مش موجودة في الفيزيت، خلاص. يبقى دي هنعمل لها كلاستر جديد، وهقول لك هشرح هقول لك احنا ليه عملنا الحركة دي، ان احنا بنشوفها في الفيزيت ولا لا. بنعمل لها كلاستر جديد، وبنضيف مثلا لو هي مثلا رقمها واحد، فاحنا هنضيف هنا واحد. هل النقط، هل الدايرة دي فيها في حيازة حاجة؟ اه فيها النقطة دي. مثلا لو يكون مثلا رقم 2، فاحنا هنضيفها في الكلاستر هنا رقم 2، فاهم؟ بنضيف طبعا الواحد دي هنا في الفيزيتد، دي النقط اللي احنا زرناها قبل كده او اللي احنا عدينا عليها قبل كده. ماشي، بعد كده بنضيف بعد كده بنعمل عليها دايرة يعني على النقطة واحد. بعد كده بنشوف هل الدايرة دي فيها نقط؟ اه فيها رقم، نقطة رقم 2 مثلا، فاحنا بنعمل عليها دايرة كده، دي دايرة كده. برضو بنشوف النقطة 2 دي، هل النقطة دي في حيازها حاجة؟ اه فيها في حيازها، مثلا لو قلنا مثلا دي 3 وفي 1 و2، في 1 و3، الدايرة دي في حيازها 1 و3. طب ماشي، طب ما الواحد دي اصلا موجودة هنا اساسا، الواحد دي موجودة في الفيزيت، هل انا هضيفها تاني في الكلاستر ده؟ لا مش هضيفها في التاني في الكلاستر ده، خلاص. يبقى انا هضيف الثلاثة بس، ولازم اي نقطة تعدي عليها تحطها في الفيزيت بتاعتك، عشان ما يحصلش ان انت تضيف نقط ملهاش لازمة اساسا، ان انت معدي عليها اساسا قبل كده. بعد كده بنعمل برضو هنا، نعدي هنا نعمل دايرة برضو على اخر نقطة، ما فيش ولا نقط، خلاص هنا خلاص بقى ما فيش نقطة كده، وصل للنهاية كده، ما فيش نقط تاني، فخلص الكلاستر. ماشي كده خلصت. بيختار نقطة تانية مثلا، لو هتكون مثلا ايه، هو ما يعرفش لسه، هو البرنامج بيختار النقطة وبيمشي بالتسلسل كده لغاية ما يوصل لاخرها، لاخر الكلاستر بتاعها دي. ولو مثلا هو اختار مثلا ايه، ما اختار مثلا رقم 2، هل الاتنين دي في الفيزيتد؟ يعني انا عديت عليها، سواء بقى هي في انهي كلاستر، انا ماليش دعوه. يعني هل انا عديت عليها، هل هي انا عديت عليها قبل كده من خلال الديب سكان؟ اه عديت عليها من خلال الديب سكان في الفيزيت بوينتس، خلاص سيبها. وذلك الواحد ما كذلك مع الثلاثه. هنروح مثلا على الاربعه، هل هي تبع، هل هي في الفيزيت؟ لا مش في الفيزيت، فانا هفتح لها كلاستر جديد واحطها فيه واعمل عليها دايره كده. هل الدايره دي في حيازها نقط؟ لا مش في حيازها نقط، خلاص. يبقى كده احنا بنحط هنا 4 برضو في الفيزيت، ونقفل الحكايه دي خالص. النهارده برضو في هنا في الخمسه نعمل عليها دايره، دي اخر نقطه معانا. هل هي موجوده في الفيزيت؟ لا مش موجوده في الفيزيت، خلاص نفتح لها كلاستر جديد ونحط فيها 5. هل الخمسه دي موجود في حيزها حاجه؟ لا مش موجود في حيزها، خلاص خلاص نقفل الكلاستر بقى. لو في نقط برضو حواليها وكده، وبرضو لو انت كل ده على حسب برضو الكتر الدايرة بتاعتنا اللي انت بتحول اللي انت بتديها له. بس كده نروح كده الكود بتاعنا تاني، دي الفيزيت بتاعتنا، ودي الكلاست، دي array of arrays list of list اللي هي الليست بتاعت الكلاستر، list of list اللي احنا الكلاسترات بتاعتنا، ودي الفيزيت، دي البوينتس بتاعتنا. ننزل هنا تحت، بعد ما بنعدي على احنا بنجيب السنتر بوينت بتاع كل الكونتورز، بعد كده بنقول له هنا ايه، بنقول له هتلف البوينتس بتاعتك اللي هي البوينتس اللي احنا ضفناها اللي هي السنتر كونتورز. لو البوينتس دي لو هي موجوده في الفيزيت، يعني فيزيت هنقول هنا فيزيت دوت اني، بنستخدم اللامدا اكسبريشن. بعد كده بنقول ريتيرن، هل البوينت بي واي اللي هي موجوده، هيلف يعني الفيزيت هنا الاري بتاعت الفيزيت هيلفها كلها، وهيحط كل متغير هيلفه وكل بوينت هيلفها يحطها هنا، هل الفيزيت دي موجود فيها النقطه دي ان انت جبتها دي؟ والله لو انا قلت لك برضو نفس الحكايه هنا، لو هي موجوده خلاص كنسلها، يبقى هي تبع كلاستر، لو هي تبع يبقى هي اتحطت في كلاستر قبل كده. لو مش موجوده خلاص بيفتح كلاستر كده، بنقول له كلاست دوت اد نيو كلاست نيو ليست اوف بوينت. بعد كده بنقول له انت اندكس بيساوي كلاست دوت كاونت ناقص واحد، بنجيب الاندكس بتاعت اخر كلاست احنا ضفناه. بعد كده بنقول له كلاست دوت اندكس، بنضيف فيها البوينت اللي احنا الجديده دي اللي احنا ما مش موجود فيها اي مش موجوده في اي كلاست، بنضيف فيها البوينتس بين قوسين ار اي اللي هي الاي اللي احنا بنلف بيها في الفور. هتلاقي الكود ده برضو تحت في الديسكريبشن،
معلش بشرح لك بسرعة الكود عشان الوقت بتاع الفيديو. لو انت محتاج اي حاجة في الكود، لو في حاجة مثلا انت مش فاهمها، يا ريت تكتبها لي في تعليقات وان شاء الله ارد عليك ان شاء الله. يعني بعد كده بنقول ستات داله الدي بي سكان، بنديها البوينت بتاعتنا والاندكس اللي هو الاندكس بتاع الكلاست اللي احنا هنضيف فيه اي بوينت هتبقى في تسلسل البوينت اللي احنا لقيناها دي، وبنديها الخمسين، بنديها قطر الدايره بتاعتنا. احنا مش هنستخدم دايره هنا، هنستخدم ريكتانجل عشان الريكتانجل اسهل يعني. ف في الريكتانجل هنا بيبقى فيها داله اصلا اسمها كونتينز، دي بتشوف لك هل النقطه دي جوه الريكتانجل ولا لا، بعكس السيركل. السيركل ما فيهاش كده. ممكن انت برضو ايه تستخدم السيركل، بس انت تستخدم يعني موال، يعني هنستخدم معاها، هنستخدم بقى معاها. الصراحه انا كسلت يعني اكتبها بالسيركل. سيك هتستخدم بقى بوليجن تيست، تستخدم داله البوليجن تيست عشان تشوف النقطه دي جوه السيركل ولا لا. عارف انا بستخدم الريكتانجل على طول يعني. تعال نشوف بقى احنا عملنا ايه داله الديب سكان دي. داله الديب سكان داله بسيطه جدا سهله، ما فيهاش اي حاجه. احنا بناخد البوينت بتاعتنا البي تي والانت كلاس، الكلاس اللي احنا هنشتغل عليه، والانت اي بي اس دي اللي هي القطر، نص القطر بتاع الدايره يعني، نص القطر، مش العفو مش قطر، نص القطر، نص القطر بتاع الريكتانجل. بعد كده بنقول له هنا ايه ريكت، ان ريكتانجل بتساوي ريكت، ريكت بتساوي نيو ريكتانجل بي تي اكس اللي هي النقطه بتاعتنا هنقص منها الاي بي اس، وكذلك مع الواي. يعني مثلا لو النقطة، مثلا احنا كأننا بنعمل ايه ريكتانجل حوالين البوينت كده، بنعمل مثلا ريكتانجل حوالين البوينت كده. وصلت لك الفكرة يعني؟ بنعمل ريكتانجل حوالين البوينت، بعد كده بنقول الاي بي اس هنضربها في اتنين، والاي بي اس اللي هو الويد الهاي والويدث، يعني بنضرب الاي بي اس في اتنين عشان تبقى حوالين الريكتانجل، بتبقى حوالين البوينت كده. بعد كده بنقول بنضيف البوينت دي في الفيزيت، يعني البوينت دي احنا عدينا عليها قبل كده. بعد كده بنعد، بعد كده بنلف كل البوينتس اللي عندنا، فاهم؟ بنشوف البوينت دي هل هي واقعة داخل الريكتانجل دي ولا لا. هنقول اف لو الريكت دوت كونتينز، بتحتوي على البوينتس اي اللي هي البوينت، اي بوينت هتلف البوينت، لو لقيت ان في بوينت بتاع جوه الريكتانجل دي ماشي كده. اول شرط معانا حقق. طب تاني شرط معانا ايه؟ تاني شرط معانا ان لازم تكون البوينت دي ما تكونش موجوده قبل كده، يمكن انا ضفتها اساسا قبل كده فانا مش محتاج ان انا اضيفها تاني. يعني هل البوينت دي موجوده في الفيزيت؟ هنقول فيزيت دوت اني لامدا اكسبريشن، الاكسبريشن نكتب اي حرف هنا، بعد كده بنقول له ريتيرن ايه، لا ريتيرن البي دوت اكس لو هي بتساوي البي بوينتس اي دوت اكس، والبي واي بتساوي بوينتس اي دوت واي. نستخدم معاهم الحاجتين دول عشان لو الاتنين ترو بيرجع له ترو. وهنا بنقول له، هنا بنقلب الترو فولس عشان ما يخشش جوه ما يكملش. يعني لو هي ترو موجوده، لا اعملها فولس عشان ما يخشش جوه. طبعا بنستخدم كل ده معاها الاند. طب ماشي، هل انا خلاص انا عديت كده مع من الحته دي خلاص، والبوينت دي موجوده جوه الحيز ومش موجوده في الفيزيت، بنعمل ايه؟ بنضيفها في الكلاست. بنقول الكلاست اللي انا فيه كلاس اللي هي الانت دي، بنقول اد البوينتس اي، بنضيفها في الكلاست ده. بعد كده بنستدعي داله الدي بي سكان تاني من جوه الدي بي سكان، من جوه الدي بي سكان بنستدعي الدي بي سكان دي وبنديها البوينت بتاعتنا والكلاس والاي بي اس، بيرجع يعمل نفس الشغل يعني، ما تتلخبطش. هي يعني انت كأنك بتاخد كوبي بيست كده، بس في يعني ايه دالة تانية، فاهم؟ طب يعني بنعمل الحركة دي، ثواني هقول لك كده. لو نتخيل مثلا نختار مثلا اول نقطة اللي هي النقطة دي، فاهم؟ فهيعمل عليها ريكتانجل كده، كده بيبقى في نقطتين في الحيز بتاعها. ماشي، انا كده ايه في اول مثلا في اللي دي داله الديب سكان، انا في الديب سكان هنا لو مثلا دي الداله بتاعتنا اهي، الداله دي الداله اللي بتتنفس جواها، دي الداله اللي بتتنفس اهي. ماشي، هل مثلا النقطه دي فهو مثلا هيعدي على كل البوينت، ولو مثلا جه على البوينت دي هل لقاها جوه الريكتانجل وهي موجود مش موجوده في الفيزيت؟ الشروط بتاعتها متحققه، فماشي. فانا هضيفها، فانا هعمل هاخد من الداله دي نسخه، او مش نسخه، انا يعني هستدعيها كنستد فانكشن، حاجه اسمها نستد فانكشن، فاهم؟ تحت الفانكشن الرئيسيه بتاعتنا يعني، فاهم؟ بنشوف برضو نفس التسلسل، لو بنعمل عليها برضو دايره كده، بنعمل عليها دايره كده ونشوفها لو هي في برضو في حاجات جواها ولا لا، لو في نقط جواها ولا لا. لو في نقط جواها برضو بيعمل عليها نستد فانكشن كده،
ماشي خلاص. مثلا لو في نقطة هنا ومثلا ما وصلش خلاص، ما فيش نقطة تانية جوه الدائرة جوه آخر نقطة دي، فإيه هنا بيعمل إيه؟ هنا بيعمل ايه؟ خلاص قفل الداله دي، فبيرجع للفانكشن الاولانيه اللي هي الدايره دي، فاهم؟ لو احنا قلنا في دايره تانية، يعني في دايره هنا تانية، فاهم؟ وهو عمل عليها دايره، وهو عمل عليها هنا دايره. هنا كده لو خلاص هي مفيش ده خلاص ده اخرها، فهي هينهي الداله دي، هينهيها، فهيروح راجع للداله اللي هي اللي قبليها اللي هي الداله دي، فاهم؟ في نقط تانية اقدر اعمل عليها نستد فانكشن، لا فاروح قافلها تاني، فهيرجع للدالة الاصلية. طب هل الدالة الاصلية دي في نقط؟ يعني هيلف بقى النقط، يعني خلاص بقى من نهاية الدالة هيلف كذا، هيعدي النقطة دي، هل في نقط تانية؟ اه في النقطة دي، والنقطة دي مش موجودة في الفيزيت، فانا هعمل عليها نستد فانكشن تاني كده جنبيها، فاهم؟ لغاية ما اخلص كل، لغاية ما يبقاش فيه بوينتس، لغاية ما يبقاش فيه بوينتس بتحقق الشروط اللي انا عايزها، فخلاص فكده ايه بقى، انا خلصت، ويبقى كده انا طلعت لك الفيزيتد بوينتس، البوينتس بتاعتك كلها والكلاست بتاعك. ممكن برضو انت تغير الفيزيتد دي بليست اوف انت، لو انت ليست اوف انت ان انت دي الاندكس بتاعت اللي هي الاندكس اللي في البوينتس، براحتك يعني، عايز تغيرها مش عايز تخليها براحتك برضو. فلو وقفنا كده لغاية كده، فاحنا ايه خلاص احنا جبنا الكلاست وجبنا الجروبز كلها، خلاص هو عدى. خلي بالك هو بعد ما بيخلص البوينت دي خلاص بنتها، البوينت دي خلصت حاجتها، وصلت لاخر تسلسل فيها، زي ما انا قلت لك بيرجع برضو، بيرجع برضو بيدور على البوينتس كلها. لو البوينتس دي مش موجوده في الفيزيتد، يعني ما مش موجوده في اي كلاس، في اي كلاست، خلاص اعمل عليها برضو نفس التسلسل، لو موجوده كنسلها، اعمل عديها. فبعد ما بيخلص الحته دي بينزل تحت كده، احنا عايزين ايه نعمل يعني احنا لو احنا كده شغلنا البرنامج، شوف هو هيطبع لنا ايه. اهو احنا عايزين النتيجة دي من غير احنا عايزين نحسب الكونفكس هال. الكونفكس هال اللي هو يعني لو انا مثلا عندي مجموعة بوينتس، يجيب اللي هي البوينتات اللي هي تحتوي البوينتس اللي عند المجموعة دي بتحتويها. خلي بالك هنا ايه، احنا عشان حاطين الاي بي اس صغير، فهو مش جايب الحتت مثلا انه الدايرتين دول مش جايبهم، والمثلث ده مش جايبهم. لو احنا مثلا ايه جينا هنا زودنا الاي بي اس، خلينا مثلا 100، هنا 50 خلينا 100، هنا او زي ما انت شايف هنا يا جماعة اهو حطهم هما الاتنين، حط كل يعني جاب المثلثات وجاب الدايره. بس لو تلاحظ هنا في بوينتين مثلا يعني مش كتار، او هما يعني ايه مش في حيز نقط كتير قوي يعني، دول غالبا بيكونوا نويز في الصوره، فانت ممكن تشيلهم. بان انت هنقول لك برضو ازاي بتشيلهم. بنقول هنا كونفكس، لو انت عايز تطبع يعني انت الكلاستات اللي معاك، الكلاستس اللي معاك دلوقتي اللي هي الكلاست دي اللي هي ليست اوف ليست دي مجموعه بوينتس، بس انا عايز اجيب البوينتات اللي بتحتويها من خلال الكونفكس هال، من داله الكونفكس هال بنعدي، بنقول لو الكلاست ده من بنخش في فور لوب جوه الكلاست، لو الكلاست ده دوت اي دوت كاونت اكبر من 2، لو هو في بوينتات اكبر او بتساوي 2 خلاص يبقى هاته. مثلا خليها كده، احنا عايزين بوينتات اكبر من 2 بس، مش عايزين اللي هي 2، عشان الاتنين او اقل هتبقى نويز. خلي بالك بص ما طبعهاش، احنا بنشيلها خالص، مش بناخدها معانا في العمليات اللي جايه يعني. طب ماشي، هل هي الكلاست ده البوينتس اللي في اكتر من 2؟ اه في مثلا هنقول هنعمل ايه هنا بقى، هنقول كونفكس دوت بوش نيو فيكتور اوف بوينت. نيو فيكتور اوف بوينت احنا بندخل له الفيكتور اوف فيكتور اوف بوينت اللي هي كونفكس دي، بندخل لها كونفكس اوف فيكتور اوف بوينت جديده، يعني هي ايه داله اوف دال، يعني هي ايه مصفوفة 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 نقط، مصفوفة جواها مصفوفات، والمصفوفات دي عبارة عن بوينتس.
فاحنا بندخل لها مصفوفه اوف بوينت، وبعد كده بنقول له سي في انفوك دوت كونفكس هال نيو فيكتور اوف بوينت كلاست اي دوت اري. احنا بنحول اللي هي الليست من البوينتس دي بنحولها لتو اري ونحطها في الفيكتور اوف بوينت، بنعمل كيان جديد من فيكتور اوف بوينت وبنحولها لتو اري، بعد كده بنحطها فيه. بعد كده بنقول له المكان اللي احنا هنحط فيه البوينتس يعني انا هو الداله دي بتدور خلاص على الحاويات. بعد كده هي ايه ايه المكان اللي انا احط فيه اللي هي البوينتس اللي هي بتحتوي الكونتور انت بتقولي؟ والله هقول لك حطها في الكونفكس، كونفكس دوت سايز ناقص واحد. اخر مكان او اخر فيكتور بوينت انا اديته في الكونفكس حط فيه الكونتور ده، وترو دي عشان اقول له ان عشان الكونتور ده مقفول يقفل البوينتس دي كلها. ريتيرن بوينتس لا دي كلوك وايز، كلوك وايز ترو ترو، مش كلوك وايز، مش دي هنحط دي ترو، ده اللي هي الداله التانية يعني كلوك وايز عيب فولس. اورينتيشن فلاج ات از اف ات از ترو ذا اوتبوت كونفكس از اورينتد كلوك وايز اذر وايز ات از اورينتد كونتور كلوك وايز. تعالى كده نشوف هي بتعمل ايه برضو، وانا حطيناها فولس تقريبا اللي هتبقى بس في المشكلة بس هتكون هتكون بس في ان هو بيرتب لك الكونتور بيرتبه لك ازاي، اللي هي النقط بيرتبها لك ازاي. يعني مثلا هنا لو انت خليتها ترو مع عقارب الساعة يعني ايه مثلا هيرتب لك البوينتات ازاي كده، كده هيجيب لك النقطة دي بعد كده النقطة دي بعد كده النقطة دي، بيلف مع عقارب الساعة. طب لو عملتها فولس هيجيب لك النقط كده اللي هي كده تقريبا يعني، ده تقريبا هو بيطلعها كده. بعد كده بنعدي على الكونفكس دوت سايز، بنلف جواها، بنلف جوه الليست بتاعت الكونفكس، مكان نقول له درو كونتورز ايمج كونفكس والاي دي خليها بسالب واحد لان احنا خليها باي صح عشان احنا بنلف كذا مرة. بس احنا اصلا مش محتاجين اصلا هنا يعني مش محتاجين فور اساسا، مش محتاجين فور، هنقول سالب واحد على طول. ارسم كل الكونتورز و 255. لو انت برضو احنا انت ممكن تستخدم الفور لو انت عايز الوان تانية، يعني مثلا انت عايز تلون مثلا كل كونتور او كل كلاستر بلون معين فانت هتستخدم الفور لوب. بس هي دي كانت الفكرة بتاعت الديب سكان. هتلاقي برضو رابط الجيت هاب بتاعتها، الكود اللي احنا كتبناها هتلاقيه تحت الديسكريبشن. طب هتفيدني في ايه الديب سكان دي؟ لو مثلا يعني لو مثلا نقول ما هقول مثلا فرضا ده مثال يعني، لو مثلا لو انت عندك ريكتانجل، لو انت عندك صورة كده مثلا ايه وفيها مثلا ايه ريكتانجل كده، والريكتانجل دي انت مثلا إيه لو انت مثلا بتعمل برنامج شيب ديدكشن بالكورنرز بتاعتك وانت بتستخدم في البرنامج بتاعك اللي هي مثلا دالة هاريس كورنر مثلا، ومثلا انت مستخدم بلوك سايز قليل فاهم، فهو هيجيب لك هنا ايه، هيجيب لك مثلا ايه كورنر دي، هيجيب لك دي كورنر ويجيب لك دي كورنر. طبعا احنا مش عايزين كده، هي دي اصلا كلها كورنر. ممكن تزود مثلا البلوك سايز بتاعتك اللي هو حجم الكرنر تزودها شويه بحيث ان هو يديتك ان ده كورنر على بعض. بس مثلا نفترض لاي سبب من اسباب انت عايز تخليه مثلا الكرنر دي حجمها قليل، فهو هيجيب دي كورنر ودي كورنر. فانت من خلال الديب سكان دي تقدر ان انت تشوف النقط اللي جنب بعض وتجيبهم في كلاستر واحد، بعد كده بتجيب الاكس وبتطرح بتجمع الاكسين على بعض وتقسمهم على الاثنين بحيث ان انت تجيب الوسط الحساب بتاعت الاكس والوسط الحساب بتاع الواي، بيجيب لك بقى النقطة اللي في النص دي اللي بينهم دي البكسلة اللي في النص دي بالنسبة للاكس وبالنسبة للواي. برضو تعمل الحاجتين دول اللي انت تجمع قيمة الاكس بتاعت البوينت دي والبوينت او البوينت التانية، البوينت التانية بعد كده تقسمهم على الاثنين، بعد كده بيطلع لك البوينت اللي في النص دي. يبقى كده انت ايه يعني
ممكن بقى ما يكونش نقطتين، ممكن يكونوا اكتر من نقط، مثلا لو في مثلا مربعات بقى وبتاع، في اي حاجه مثلا الكورنرز دي بتطلع كذا نقطه، يعني ممكن تجيب انت الوسط حسب ما خلال الدي بي سكان دي. فبس هو ده درس النهارده يا جماعه، واركون تكون الدرس نال اعجابكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو عجبكش حط ان لايك، ولا انا ما عجبكش ليه